جديد وكالعادة بنبدأ معاكم أخبار وفقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت أمس. وفي البداية اسمحوا لنا نتناول مع حضراتكم ما حدث أمس بخصوص القمة العربية للأمن والتنمية. بداية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان ليه نشاط مكثف امبارح قبل عقد القمة العربية الأمريكية، والتقى سيادته في جدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. خلال اللقاء أكد الرئيس بايدن تطلع الإدارة الأمريكية على تفعيل التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين وتطويره خلال المرحلة القادمة، خاصة في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس، واللي بتمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة. ومن جانبه أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز وتدعيم علاقات الشراكة المتميزة بين البلدين ودورها في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كمان سيادة الرئيس التقى امبارح في جدة مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة. سيادة الرئيس قال إن التعاون والتنسيق المصري الكويتي يمثل دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وفي نفس السياق أيضا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى في جدة مع مصطفى القاضمي رئيس وزراء العراق، وأكد سيادة الرئيس على الثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، كمان مساعدة الشعب العراقي على تجاوز كافة التحديات خاصة فيما يتعلق بحربه على الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار. نتابع نشاط الرئيس امبارح ومشاركته في قمة جدة للأمن والتنمية وعودته بسلام الله لأرض الوطن. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة جدة والتي جمعت قادة مصر والعراق والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة جدة تأتي في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحو يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، كما تعزز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، كذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلا عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة. وعلى هامش فعاليات قمة جدة التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس الأمريكي رحب بلقائه الأول مع السيد الرئيس، مؤكدا تطلع الإدارة الأمريكية لتفعيل أطر التعاون الثنائي المشترك وتعزيز التنسيق والتشاور الاستراتيجي القائم بين البلدين الصديقين وتطويره خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء الدور المصري المحوري بمنطقة الشرق الأوسط بالقيادة الرشيدة للسيد الرئيس التي تمثل دعامة رئيسية لصون السلم والأمن ونشر السلام لسائر المنطقة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت. كما عقدت جلسة مباحثات مع السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي. وعقب انتهاء فعاليات المؤتمر غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار الملك عبد العزيز بجدة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن. امبارح كمان سيادة الرئيس ألقى كلمة مهمة جدا في قمة جدة، وقال إن القمة بتأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية، وبتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع. خلينا نشوف جزء من كلمة سيادة الرئيس. أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، فخامة رئيس بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، أتقدم بالتحية والتقدير للدول المشاركة في قمة اليوم والتي تأتي في لحظة استثنائية
من تاريخ العالم والمنطقة العربية لتحمل دلالة سياسية واضحة بتجديد عزمنا على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي الأوسع، وبما يمكننا معا من الانطلاق نحو آفاق أرحب من التعاون على نحو يلبي تطلعات ومصالح شعوبنا، استنادا إلى علاقات وروابط قوية وممتدة قائمة على إعلاء مبادئ راسخة لا ينبغي أن نحيد عنها لتحقيق المنفعة المتبادلة وصون أمن واستقرار المنطقة بأكملها. لقد تتابعت الأزمات العالمية والإقليمية المتفاقمة وازدادت حدتها كجائحة كورونا وتغير المناخ وأمن الغذاء وتفشي النزاعات المسلحة دوليا وإقليميا والتي ألقت بظلالها على البشرية بأكملها، ومن بينها منطقتنا العربية التي تعاني من تحديات سياسية وتنموية وأمنية جسيمة مما فيها مخاطر انتشار الإرهاب على نحو يطال استقرار شعوبنا ويهدد كذلك حقوق الأجيال القادمة، وباتت أمتنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات وما نقوم به من إجراءات من أجل التصدي لهذه التحديات وعن مصير الأزمات الممتدة التي تعيشها منطقتنا العربية منذ أكثر من عقد وآفاق تسوياتها. ويتعين في هذا السياق أن تكون لدولنا ومنطقتنا إسهاماتها الملموسة في صياغة حلول دائمة غير مرحلية لتلك التحديات المعاصرة على أسس علمية وواقعية، وهو ما نعمل في مصر على تحقيقه انطلاقا من إيماننا بأن للجميع هوية واحدة وهي الانتماء للإنسانية. فلم يعد مقبولا أن يكون من بين أبناء أمتنا العربية صاحبة التاريخ المجيد والإسهام الحضاري الثري والإمكانات والموارد البشرية الهائلة من هو لاجئ أو نازح أو متضرر من ويلات الحروب والكوارث أو فاقد للأمل في غد أفضل. لقد حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لتضع نهاية لجميع الصراعات المزمنة والحروب الأهلية طويلة الأمد التي أرهقت شعوب المنطقة واستنفذت مواردها وثرواتها في غير محلها، وأتاحت المجال لبعض القوى للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والاعتداء العسكري غير المشروع على أراضيها والعبث بمقدراتها ومصير أجيالها من خلال استدعاء نزعات عصور ما قبل الدولة الحديثة من عداءات طائفية وإثنية وعرقية وقبلية لا غالب فيها ولا مغلوب، وبما أدى لانهيار أسس الدولة الوطنية الحديثة وسمح ببروز ظاهرة الإرهاب ونشر فكره الظلامي والمتطرف. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إن لمصر تجارب تاريخية عديدة في المنطقة وكانت دوما خلالها رائدة وسباقة في الانفتاح على مختلف الشعوب والثقافات وانتهاج مسار السلام، فكان هو خيارها الاستراتيجي الذي صنعته وفرضته وحفظته وحملت لواء نشر ثقافته إيمانا منها بقوة المنطق لا منطق القوة، وبأن العالم يتسع للجميع وهو سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن واحترام حقوق الآخر وقبوله. أيضا خلال القمة العربية للأمن والتنمية طرح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مقاربة شاملة تتضمن 5 محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهداف المنطقة عشان تكون أكثر استقرارا وازدهارا. واسمحوا لي في هذا من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم مقاربة شاملة تتضمن 5 محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقرارا وازدهارا. أولا، لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم أو تلك المستمرة ما قبل ذلك لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية
ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وتعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل على نحو يحقق أمن الشعبين، ويوفر واقعا جديدا لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعدد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. ومن هنا فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، يكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة. ثانيا، إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الإيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل والحفاظ على مقدرات الشعوب والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية لتطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد وتحقيق الأمن وإنفاذ القانون ومواجهة القوة الخارجة عنه وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية وتمكين المرأة والشباب، وتتعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية، وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلاً عن تكريس مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولاً إلى التنمية المستدامة، تلبية لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز. ثالثاً، يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي، والذي يؤكد على أنه كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي. وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والأخاء والمساواة هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده. وتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. هذا ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وبما يمثل حجر الأساس لمنظومة متكاملة للأمن الإقليمي في المنطقة. رابعاً، يظل الإرهاب تحدياً رئيسياً عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل وتتورط قدرتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود. وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل. خامساً، يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة كقضايا نقص إمدادات الغذاء
والاضطرابات في أسواق الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات وما يسهم في توطين الصناعات المختلفة ونقل التكنولوجيا والمعرفة ووفرة السلع. وفي هذا السياق تدعم مصر كل جهد من شأنه تطوير التعاون وتنويع الشراكات لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة الراهنتين، مع التأكيد على أن التعامل مع أزمة الغذاء يتطلب مراعاة أبعادها المتعددة على المدين القصير والبعيد لوضع آليات فعالة للاستجابة السريعة لاحتياجات الدول المتضررة من خلال حزم عاجلة للدعم، فضلا عن تطوير آليات الإنتاج الزراعي المستدام وتخزين الحبوب وخفض الفاقد، وذلك بالتعاون مع الشركاء ومؤسسات التمويل الدولية. وهو الأمر نفسه الذي ينسحب على التعامل مع أزمة الطاقة التي تتطلب من جانبنا تعاونا فعالا لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية. ولعل ما حققه منتدى غاز الشرق المتوسط من نجاحات في السنوات الماضية يمثل ترجمة عملية لإرادتنا السياسية في التعاون مع شركائنا وتجسيدا لأحد أبرز الإسهامات في كيفية إدارة الثروات والتوظيف الأمثل للموارد الحالية والمستقبلية صونا لمصادر الطاقة. أما فيما يتعلق بالأمن المائي فمن الأهمية تجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية بما يتيح لجميع الشعوب الاستفادة من هذه الموارد الطبيعية بشكل عادل، وضرورة صون متطلبات الأمن المائي لدول المنطقة والحيلول دون السماح لدول منابع الأنهار التي تمثل شرين الحياة للشعوب كلها بالافتئات على حقوق دول المصاب. واتصالا بتغير المناخ فيتعين علينا استمرار العمل الجماعي المشترك في الأطر الدولية متعددة الأطراف ذات الصلة بهذه القضية المهمة وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، وذلك لضمان تحقيق الأهداف التي اتفقنا عليها وفقا للقواعد والمبادئ التي ارتضيناها. ولا يفوتني في هذا الإطار التأكيد على أن منطقتينا العربية والإفريقية تعدان إحدى أكثر مناطق العالم تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ وما يترتب على ذلك من انعكاسات على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه والسلم المجتمعي والاستقرار السياسي. ومن ثم يتعين علينا التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول العربية والإفريقية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلة ورفع قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، بحيث تساهم تلك الرؤية في معالجة أزمة السيولة المالية وتكثيف تمويل المناخ الموجه إلى هذه الدول، فضلا عن دعم وتعزيز الاستثمارات في الطاقة المجددة. وفي هذا الصدد فإنني أتطلع لاستقبالكم بمدينة شرم الشيخ في القمة العالمية لمناخ COP27 في نوفمبر 2022، لنواصل معا التأكيد على التزامنا الراسخ تجاه جهود مواجهة تغير المناخ ولكي نحول هذا التحدي إلى فرصة حقيقية للتنمية والانتقال إلى أنماط اقتصادية خضراء أكثر استدامة لصالح شعوب الأرض جميعا. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد أردت اليوم أن أشارككم المحاور الخمسة التي تقوم عليها رؤية مصر لمواجهة التحديات الراهنة من أجل وضع منطقتنا على طريق الاستقرار الشامل والمستدام ولكي نبدأ معا فصلا جديدا من الشراكة الاستراتيجية بين دولنا وشعوبنا والتي تقوم على أسس الثقة والدعم المتبادلين وإعلاء المصالح المشتركة وتقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف وخصوصية كل مجتمع وتجاربه وأعرافه وعاداته وتقاليده وما يواجهه من تحديات وبما يتواكب مع مفهوم تكامل الحضارات في زمننا المعاصر. وختاما، لا يسعني سوى أن أتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأود أن أبعث رسالة لشعوبنا الشقيقة والصديقة وشركائنا بالولايات المتحدة الأمريكية، فأقول لهم ستجدون دائما في مصر التي عرفتموها وشهدت الحضارة الإنسانية أولى لبناتها على ضفاف نيال خالد سندا وشريكا لكم ويدا تمد العون من أجل حفظ وتعظيم مصالحنا المشتركة، ولنسير معا بخطى ثابتة على طريق المستقبل في البناء والتنمية والتقدم نضيئه بأملنا وعزمنا الذي لا يلين واعتمادنا على أنفسنا ورؤيتنا المشتركة لكيفية معالجة الأزمات على نحو يحترم إرادة الشعوب وخياراتها وحقها في تقرير مصيرها، واثقين في نهجنا
وفيما تتيح شراكتنا من قدرات وما لدينا من خبرات تمكننا من اجتياز الصعاب مهما بلغت، والدرس غدا أفضل لنا جميعا وللأجيال القادمة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمان كان في مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي منها الاجتماع العمل ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة تنفيذ توجيهات سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، وكمان التحذيرات اللي أصدرتها الحكومة من الموجة السادسة لكورونا، والتأكيد على أهمية اللقاح واستخدام الكمامات. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عمل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة الإجراءات الخاصة بالتوسع في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وقال إن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية بتراعي ظروف الأسر الأكثر احتياجاً بهدف تخفيف الأعباء عنهم في ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً. امبارح أعلنت الحكومة عن وصلة إجراءاتها لمواجهة الموجة السادسة من فيروس كورونا، ونجدت وزارة الصحة المواطنين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والحصول على جرعة تنشيطية من لقاح كورونا، وكمان طلبت المواطنين بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة لأن كورونا لسه ما انتهتش بشكل نهائي. كمان أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق استمرار منع دخول أي راكب بدون ارتداء الكمامة، وهيتم فرض غرامة 50 جنيه للمخالفين. امبارح برضو تم الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة من جميع المحافظات، وهيتم استلام طلبات التقديم إلكترونياً لحد يوم 19 يوليو. ننتقل مع حضراتكم لجولة المحافظات. كمان في مجموعة كبيرة من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها تقديم جهاز تنمية المشروعات ل 160 مليون جنيه قروض للشباب في الشرقية، أيضا إزالة تعديات على مساحة 47 فدان في بني سويف، وإطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا في دمياط، وأخبار تانية كتير من المحافظات هنتابعها مع حضراتكم. محافظات مصر امبارح شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إعلان اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة لانتهاء من أعمال رصف 10 طرق وإدراج 4 مشروعات في الخطة الاستثمارية الجديدة بتكلفة إجمالية تتخطى 134 مليون جنيه. في الشرقية قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة قروض للشباب بقيمة 160 مليون جنيه في الفترة من أول يناير اللي فات ولحد نهاية مايو، وده لتمويل 5074 مشروع ما بين متوسط وصغير ومتناهي الصغر. المشروعات دي وفرت 8907 فرصة عمل حقيقية للشباب. كمان في الشرقية وتحديداً مدينة العاشر من رمضان تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان ل 1791 مواطن من أهالي الحي 28 بمدينة العاشر من رمضان، تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، وده من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشؤون الصحية على مدار يومين. في الإسكندرية أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف إن شاطئ النخيل لسه مغلق وبيحظر النزول فيه حرصاً على سلامة المواطنين، وأكدت إن باقي الشواطئ بتشهد حالة من الهدوء في الأمواج بعد أن تعرضت لحالة من الاضطراب وارتفاع التيار والأمواج على مدار الأيام اللي فاتت. في أسيوط أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إنها استقبلت خلال أجازة عيد الأضحى المبارك عدد من الشكاوى والاستفسارات من قبل المواطنين بمختلف مناطق الشركة، واللي وردت عبر مختلف قنوات التواصل المعلنة، وبلغ عدد الشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 700 شكوى خلال فترة الأجازة. في بني سويف تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الإجراءات اللي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوسطى بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية لتنفيذ قرار إزالة تعديات على مساحة 47 فدان من أراضي مملوكة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بناحية قرية أبويط التابعة لمجلس قروي أنفس.
النهاردة في دمياط هيتم إطلاق حملة طرق الأبواب اللي بتستهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا. الحملة بتعمل على تحصين جميع المواطنين اللي تجاوزوا الـ 12 سنة. في الأقصر أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة إن عيادة جراحة التجميل بمستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت أطلقت مبادرة ابتسامتك أجمل للكشف على جميع حالات الحروق والتشوهات وحالات الشفة الأرنبية وإجراء جميع الفحوصات والعمليات اللازمة.